اهلا وسهلا بيك كابتن تيجانا، منور الدنيا، طمنا. ربنا يخليك يا هاني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأمور بقت أفضل وأحسن الحمد لله عن الصبح. يعني طيب، إحنا اللي حصل ايه إن هو حالتهم؟ كان 9 صباحا، يعني هم 9 صباحا خلصوا التمرين. مش مساء، مظبوط. إحنا الفترة دي كلها كنا طبعا في المستشفى وما زلنا موجودين بره، لأن محمد رمضان هو حالته عمل عملية في قاع الجمجمة، والحمد لله راح في العناية المركزة دلوقتي تمام، وحالته مستقرة الحمد لله، يقوم بالسلامة إن شاء الله. ان شاء الله. بقية الولاد محمد سامح وأنس ماهر ومازن عمر يعني إصابات يعني الحمد لله يعني معقولة، يعني إن شاء الله يقوموا بالسلامة خلال 2 3 أيام. الأمور كانت صعبة جدا. هو الوحيد اللي في العناية المركزة محمد رمضان، محمد إن شاء الله يقوم الوحيد اللي في بالسلامة. العناية المركزة، إن شاء الله وحالته يقوم بالسلامة. رغم خطورتها لكنها مستقرة، استقرت والله دلوقتي. يا هاني طبعا الظروف اللي احنا فيها من 9 الصبح توفرت كل الامكانيات. طبعا كان في تمام. اتصال مع سياده النائب محمد ابو العنين وطارق ابو العنين، ان وفروا كل الامكانيات للولاد ان هم يطلعوا بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله يعني اي مبالغ كانت متوفره الحمد لله في المستشفى. كان في اتصال طبعا مع سياده مكتب وزير الداخليه تمام. ومكتب وزير الصحه ومدير امن الجيزه طبعا، لان في مشكله ان العربيه خبطتهم، فلما سقطوا من حوالي 7 8 متر العربيه سابتهم ومشت. العربية ده اللي كانت اتوبيس عربية نقل أو اتوبيس أتوبيس زي ما اتكتب. اتوبيس تمام. اتوبيس وجري وساب الولاد. يعني هم الحمد لله ان احنا المكان قريب من مكان الملعب، فكان في الدكتور وكل الناس كانوا تمام. متواجدين. يعني طيب، اللاعبين الثلاثة الآخرين سواء أنس ماهر أو مازن عمر أو محمد سامح، الأطباء بيقولوا إن خلال 2 أو 3 ممكن ان يخرجوا شاء من الله باذن الله، المستشفى. يعني في كسور خفيفه وفي حاجه في الفك، تمام، انما يعني حالتهم مطمئنه ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. طيب، وطبعا السيراميكا وسياده النائب موفرين كل حاجه، مش هيطلعوا ان شاء الله لما يكونوا سلام 100% بإذن الله ويبقوا في الملعب تاني ان شاء بإذن الله الله. احسن من الاول. عرفت إن النائب محمد أبو العينين متابع على مدار اليوم والله الحالة والله دي حقيقه وبيؤكد اول توفير باول، كل المستلزمات الطبية للاعبين. كله تمام الحمد لله، يقوموا بس بألف إن شاء مليون الله. سلامة إن شاء الله. أسرهم موجودين معاكم كابتن إسماعيل؟ طبعا طبعا موجودين وكلهم، وفي محمد أسرته أصلا أسوان تمام. ولكن خاله هنا وأخواته هنا وكلنا موجودين معاهم، يعني ما إن فيش شاء مشكلة. الله يعني لسه يقوموا كان في بالسلامة. اتصال مع الدكتور أشرف صبحي، تمام. بشكره جدا إن هو بعت إذا كان في أي احنا نقصات او اي حاجه، قلت له كله تمام الحمد لله. ففي زياره كمان شويه من سياده الوزير، بعت هتحصل مندوبين دلوقتي. عنه. بعت هتحصل مندوبين عنه. مندوب عنه تمام. ان شاء الله. احنا هنطمن بإذن الله، نحتفل بخبر خروجهم الأربعة بأحسن صحة وأحسن حال، وربنا يعينكم كابتن إسماعيل ونطمن يا رب منكم إن شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا جدا بشكرك جدا كابتن إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا ونجم منتخبنا الوطني والزمالك السابق. بالسلامة يا رمضان.